أصلا عمرنا اليوم، يعني اليوم نحكش أغلبية الناس من والديهم، ومع ذلك كي يحطهم في الخيرية ولا شي حاجة ما نفهمش علاش. يعني والديك هما اللي رباوك، يعني كبروك، وأمك حبيت فيك 9 شهور، وفي التالي انت باك اللي خدم عليك، وفي التالي انت مشيت تهزهم وديرهم في الخيرية، هادشي.